سميت أيما بوسلام وسمعت بلي المغاربة القاوم عم يزيدوا القدام، يلا نكتشفوا حكايتهم. لالا عيشة شنو هي قصتك مع إنويمون؟ أنا بالنسبة لي مرة حرة وكنظم حياة ولادي حيت هاد لابليكاسيون إنويموني كنصيفط بها لي غوشارج لولادي كنخلص بها لي فاكتور، لقيتها سهلت عليا بزاف الأمور. يعني نقدروا نقولوا في هاد الحجر الصحي هاد إنويموني سهلت عليك شوية الحياة؟ بطبيعة الحال سهلت عليا بزاف الأمور، لأن في الحجر الصحي ما كناش كنخرجوا، مثلا ما بقيتش كنمشي للاجونس نخلص باش ما نبقاش أون.